وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المذحجي. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. بداية في ظل هذا التصعيد الإعلامي والسياسي منذ يوم أمس، هنا السؤال: لماذا يصعد الكيان الصهيوني بهذا الشكل مع أن الاتفاق النووي في شكله الحالي يوفر له حماية كافية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أولا، إسرائيل كانت تؤيد هذا الاتفاق ليس من جانب أنه يضع حدا لبرنامج النووي الإيراني، بل يوفر لإيران الأرضية اللازمة لتدمير المنطقة العربية. والاتفاق النووي هو ليس اتفاقا تقنيا بقدر ما هو صفقة دولية لإعطاء جزء من إدارة ملف المنطقة بيد إيران. لهذا السبب إسرائيل ما كانت تعارض هذا الاتفاق، لكنه الآن المتغير الرئيسي هو دونالد ترامب. الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد هذا الاتفاق، وتريد اتفاقا جديدا وفق رؤيتها الجديدة والترتيبات التي ستفرض بسبب الاتفاق المحتمل النووي القادم. من هذا المنطلق إسرائيل تحاول القفز على هذا المشروع من خلال تبنيها هذا الموقف المعاكس لموقفها السابق. وطبعا ما تم إعلانه من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينسف الدعاية التي كانت تروج لها أوروبا وأيضا المنظمة الدولية للطاقة الذرية حول أنه البرنامج الإيراني النووي هو برنامج سلمي، وإيران أوقفت الجزء العسكري السري لهذا البرنامج المسمى بملف PMD بالاتفاق النووي. الآن معطيات جديدة تطرح بأنه إيران لم توقف الجزء العسكري السري لبرنامجها النووي، بل تواصل ذلك. وهذه تعتبر صفعة كبيرة بوجه الأوروبيين الذين يحاولون تدعيم إيران. وأنا أشير إلى نقطة هنا، ألمانيا تحديدا عارضت وضع حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب، ولا يزال تواصل معارضتها لذلك. ألمانيا لم توافق على وضع حزب الله، وهذا ماذا يعني بالنسبة للمتابع ومن يقرأ المشهد في الإقليم؟ يعني ألمانيا تراهن على الدولة الإيرانية وميليشياتها في الإقليم. طيب، يعني هذا التصعيد الغربي برأيكم هل يعتبر مقدمة لعمل عسكري كما يفكر الآن، أم أنه ابتزاز يصب في مصلحة الدول التي تضغط بشكل ضغوط تمارس على إيران من أجل تعديل الاتفاق النووي؟ هذا الذي نشر هو يصب باتجاه ما تريده الإدارة الأمريكية فقط وليس الغرب. وهو الغرب يعني أوروبا وأستراليا وباقي الدول تدعم الاتفاق النووي وتدعم إيران. هذا شيء واضح مفروغ منه. يعني الآن الرئيس الأمريكي هو من الذي يريد أن يلغي هذا الاتفاق، وحتى بعض الدول العربية التي تقول بأنها لا تريد هذا الاتفاق أيضا تريد هذا الاتفاق، لكنه تحت ضغوط الإدارة الأمريكية الهائلة تقول أنها لا تريد الاتفاق. الجميع يريد هذا الاتفاق، والحصص موزعة ما بين هذه القوى الإقليمية. من أنا لا أريد أسمي هذه القوى للجميع يعرفها. فالآن المتغير هو ترامب وليس جهة أخرى. طيب، لنفترض أن هو ترامب، لنفترض أن دونالد ترامب تمكن من فعل ما يريد وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، فعليا ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يعني ترامب يلغي الاتفاق أم لم يلغي، هذا ليس شيئا مهما، المهم هو أن ينسحب من الاتفاق. ترامب سينسحب من الاتفاق النووي لا محالة له، خاصة بعد هذا التقرير، لأنه هذا التقرير سيعطي ترامب الحجة الكافية القانونية الشرعية التي حتى الوكالة الدولية لا تستطيع أن تقفز عليها، بأن إيران تستمر بملفها السري لنشاطها العسكري النووي، فينسحب من الاتفاق النووي. وإذا انسحب ترامب ذلك يعني عودة العقوبات، يعني إفراغ الاتفاق النووي من مضمونه. إيران دخلت في هذه الصفقة شريطة أن تلغى العقوبات عليها، لكنه الآن ترامب سيعيد هذه العقوبات عليها. طبعا قضية الحرب غير واردة، يعني من يريد أن يهول ويضخم الأمر ويعطي إيران حجما أكبر منها
يطبل باتجاه انه هناك حرب. طبعا نتنياهو يحتاج حرب، هذا لا شك فيه، لكنه هل يسمح له ان يشعل المنطقه؟ طبعا لا احد يسمح لنتنياهو وغير نتنياهو ان يدخل في حرب ما في المنطقه مع ايران ومع غير ايران. ونقطه اخرى صديقي الغالي، لا ايران ولا اسرائيل لن تحاربا مع بعضهما البعض، لانه إذن بماذا تفسر الاسرائيلي مكمل لبعضهما البعض؟ بماذا تفسر ما قامت به سلطات الكيان الصهيوني بانها اتخذت تدابير منها غلق المجال الجوي وايضا رفع درجه الاستعداد؟ بالنسبه للاداره الاسرائيليه الحاليه، هي امام مستحقات داخليه اليمه وسيئه لها لنتنياهو. نتنياهو لأن يريد أن يهرب من هذه المستحقات الداخلية التي تتعلق بالبيت الداخلي الإسرائيلي، يحاول افتعال أزمة خارجية ليصدر أزمته الداخلية إلى الخارج. هذا كل ما يحصل بالنسبة للإدارة الإسرائيلية ولا أكثر. وأيضا نقطة أخرى تتعلق بقصف قواعد قوات إيرانية في سوريا. إسرائيل تريد إخراج إيران من المشهد السوري حتى لا تعطي جولان. النقطة تتعلق بصفقات مستقبلية، بمعنى أنه تسحب ورقة من يد النظام السوري حتى النظام السوري لا يستطيع أن يضغط بهذه الورقة على طاولة مفاوضات سرية قائمة الآن ما بين النظام السوري والأمريكان والأوروبيون. الجزء السري لهذه المفاوضات وتم تدشين جزء منه في السويد قبل أيام. فإسرائيل تريد إبعاد إيران ليس من أجل أنه والله مشروعها مصطدم مع إيران، بل هي تريد أن لا تعطي جولان. هذه النقطة الجوهرية بما يتعلق بما تفعله إسرائيل تجاه إيران، البيت الداخلي وموضوع الجولان. المتخصص في الشأن الإيراني من لندن كنت معنا الأستاذ محمد المذحجي، شكرا جزيلا لك.